السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راه حنا كنصوروا هذا الفيديو هذا، واقيلا محمد عفى عليه الله، واقيلا رجع للرسم. يلا هم معايا نشوفوا شنو كاين، شوفوا بعينيكم شنو. السلام عليكم، كي داير الحبابي؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كلشي بخير؟ غفلناك مبروك علينا يا بعدا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اخيرا تحقق الحلم. ايوا اش غديري؟ هذا الشيء من مده هو مخزون. شنو هو الاحساس ديالك؟ بصراحه انت فاطمه الحبيب مشوكه. يعني عندك ديك الرغبه فعلا. توحشت راسك. توحشت راه دابا راه المده دابا تقريبا 3 سنين ما كنظن ما قصتش السباقه. مده 3 سنين ويعني حتى الرسم مده دي ما قصتوش، ولكن الحمد لله نتمناو الخير ان شاء الله بحول الله. داسك الكنز ديالي. لا المشكل ما قلتيش لي راه غنرجع للرسم، غير كتقولها بالفم، ولكن طليت لقيتك تقاد وانا نقول سلسلة عاودي نمشي نشوف بابا كيفاش. المشكل اللي وقع لقيت هاد الشميشه هادي وهاد الجو زوين، وكنت واقفنا وكنشوف هاد الجو كيبانوا لي الالوان، وقلت علاش ما نستغلش هاد الالوان هادو ونرسم ان شاء الله في الطابليات. هادشي اللي وقع لي. هادي هي الماتيريال بابا. الله يبارك فيك. هذا هو الماتيريال ديالك. هذا هو الماتيريال ضروري خاصو يستف في الصباغه. لا دابا هي خصني المشاهدين هي بصراحه البرد. هي بكل صراحة فين ما كنبغي نرسم كنجبد الماتيريال ديالي، كنبدا نمسح ونوجد الشيتات الصباغة ونقادها باش كنوحد التحضير. ملي كنحطو مستفين قدامي ونجبد لاطوال نحطها قدامي الشوفالي حدايا كنفرح، تنقول غدا ان شاء الله نبدا. هادشي اللي كاين زعما ديما كل عام ملي كنحبس، ماشي أول مرة كنحبس، وإنما بزاف ديال المرات كنت كنحبس. ولكن دابا الأمنية ديالنا صايبناها بصح هادي، غنولي نونسو. غتخلي نسوان. ما تبقاش تخدم بوحدك. أيا فاطمة، الونسة كتعجبني بزاف، هادشي علاش أنا كنقنط في الرسم. في الرسم وكنولي كنبقى ديما منعزل، ولكن بكل صراحة أحبابي، أنا هاد الرسم هذا غادي نبداه. ياك؟ هاد البلاصه هذه اللي هي هنايا انا صايبتها على حساب الرسم. انا عرفتك جلست هنايا باقي واخا ولدي، وباقي هاد البلاصه هذه باقي غادي نسدها منها على الدراري الصغار باش ما يطيحوش. انا سديت هاد الباقي هذا، سديت هاد الشيء هو، وباقي غادي ان شاء الله غادي نتمنى التوفيق من الله. ان شاء الله نتمنى تصايبنا شي طابلو ديكور ان شاء الله. الله احبابي لك توحشت نرسم. المشاهدين ديالي ان شاء الله بحول الله غادي نوريهم بعض اللوحات ديالي. دابا منين جيتي غادي نوري بعض اللوحات ديالي، نوريهم باش يشوفوا ويحكموا ويقولوا لي واش نكمل نرسم ولا نرجع ولا ما رجعتش نرسم. انا بكل صراحه دابا تيحكمتيني كنت باغي نرسم زعما بلا ما نوري فيها بلا ما توريك. ولكن حاجه وحده هي تبارك الله عليه، ما غاديش نشكرو حيت الزوج ديالي، وانما كنقول غير الحقيقه. تبارك الله الا رسم شي حاجه كما هي، ماشي زعما كيجيب داكشي هو خصوصا داكشي ديال الطبيعه. الطبيعه عزيزه عليا بزاف. الطبيعه عندك بحال البراد، الصينيه، الكيسان، راه شفتك عندك فواحد الطابلو الزرابي. عرفتي كيجيب زرابيه زربيه، ما كاينش زرابيه يعني بلا ما نشريوها. غير رسمها لي شان صافي. انا غادي نرسمها ونحطوها، نشد شي توب كبير ندير فيه داك النقص ونفرشوه صافي. ونتمنوا ان شاء الله. والبراد كي غنديرو؟ قول لي مبروك عليك. على سلامتك. الله يسلمك. مبروك، وكنتمنى ان شاء الله ما تخيبنيش. المشاهدين شاهدين. لا ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله بحول الله. دابا قولي لي بعدا، انت قلتي الزربيه نفرشوها واخا، والبراد نرسمو كا نقولو نشوفو نهزوه. نهزوته ونشربو فيه. نشربو غير كنضحكو مع المشاهدين صراحه. بغينا حتى هو يرجع للرسم، حيت الرسم كاين له في الدم. صراحه راه كل ما كيتزادوا الشهور كينسى الا وكيزيد كيتعلق به. بصح هو الرسم احبابي والله الا كيخليكم كتوليو اليز،
كنتو اليوم مرتاحين والعقل ديالكم تيبقى مرتاح. الرسم راه فيه جوج انواع ديال الرسامه، كاينين جوج، كاين دوك الرسامه اللي هما كيرسموا وهما منفعلين، وكاين الرسامه اللي هما كيرسموا وهما مرتاحين. وهذوك الرسامه اللي تيكونوا كيرسموا وهما مرتاحين كيكونوا عايشين فواحد العالم اخر. حتى دوك الرسامه اللي تيكونوا منفعلين حتى هما عندهم عالم اخر، لان خصو يدير مثلا موسيقى مجهده بزاف ويبدا يلوح في الصباغه ويجيب الشتا يبدا يغلدد فيها. وكاين اللي كيرسم وكيدير موسيقى هادئه. انت من نوع الموسيقى الهادئه؟ حيت انا نهار سكن وحدانا كنت كنعرفو بالموسيقى. الا كندوزو من حدا الدار ديالهم، حيت كانت الدار حدا الدار، كندوزو كنسمعوا الموسيقى كنعرفوه راه كيرسم. كندير موسيقى هادئه وبلا بلا بلا اغاني، غير غير باش تسمعوا الموسيقى. الموسيقى حبابي راه فيها انواع. كاين موسيقى اللي هي يعني حنا عارفين بلي الموسيقى حرام، وانما كنديروا ديك الموسيقى اللي ما فيهاش داكشي ديال الشطيح ولا شي حاجه، غير هي موسيقى خفيفه كتعاونك باش تخايل على الطبيعه، على شي حاجه اخرى، يعني كتساعد في الرسم. وهذا الشيء اللي كاين. سالا الكلام، سالا الكلام، باقي دابا غتوري الطابلوات ديالك ان شاء الله، وباقي غتوريهم الكماله ديال الشيء. هذا الشيء هو ديال السباغه، باقي ان شاء الله غتقدا عاود السباغه. شوف عرفتي، راه لقيت هذا الشيء وعامر بالغبره. شوف هذا الصبيغ، غادي نقول لكم من امتى شريت هذا الصبيغ هذو هما، وباقي فيهم سبحان الله البركه فيهم. شراهم لي واحد النصراني الله يرحمه، هو فرنسي الله يرحمه، كنتمنى الرحمه من عند الله سبحانه وتعالى. ان الله غادي يرحم العباد ديالو، وعارف العباد ديالو اللي غيرحم والعباد ديالو اللي ما يرحمش. كنتمنى له الرحمه من عند الله سبحانه وتعالى، وكنتمنى ليه الرحمه. علاش؟ لان مسكين كان شجعني، وكان هو اللي شجعني باش نشري الصغير بزاف. ونقول لكم اش من سنه، في 99 شرا لي الصبيغ وباقي. نعم هذه كنحف لكم بالله، الا من 99 ها هي باقا. كاين شي صبايغ شريتهم من فرنسا، وكاين شي صبايغ شريتهم هنا في المغرب، وشي صبايغ منين كنمشي لفرنسا كنكون كنرسمت معاه ثاني كنسالي منه وكنجيبهم معايا. بحال هذه شريتها من فرنسا، هذه جبتها معايا من فرنسا. وكاين اللي جبتهم من المغرب، كاين هادو جبتهم من المغرب، وهادو كاين مخلطين، يعني ما نقدرش نعقل. كاين كتاب سبحان الله، كاين هادي من 99 كيسمع لكم اللون اللي بغيتو. كاين بصراحه، ودابا بلا ما تشكريني بزاف فاطمه، ما خليتيش خليتي يشوفوا اللوحات ان شاء الله بحول الله. شكرا معكم، هذه طليله خفيفه درناها معكم، شاركنا معكم هذه العشيه هذه مع محمد سطح. بصراحه فاطمه ولمستوني شتي هذه الجلسه ديالك معايا هنا، نمتي ولا سلسبيل جالسين هنا وكتشجعوني. وطه زدت في واحد الشحنه، كان عليا نجيب ريري ديالاتي. ديالاتي ماشي دابا، هذه اللي ما درت. لا خليها تنبدا الرسم، قول لي بدا الرسم باش نجيب لك هاتاي. يلاه سيدي بدا الرسم باش، هانتي سمعوا بدا الرسم باش نجيب لي هاتاي. والمشاهدين الكرام كنتمنى انهم نشوف، غادي نقرا التعاليق ديالهم، لان كنقرا التعاليق كامل الحمد لله، كنقرا التعاليق كاملين. ونتمنى تقولوا لي الراي ديالكم، واش نرجع للرسم او لا نتراجع للور.
هادشي اللي كاين. صراحه عندي واحد الجيمانه الاولى. انت الاولى، شكرا لك بزاف. انا غنقول له رجع للراسم، حتى المشاهدين عارفينك يعني حتى هما تيتسناو منك الراسم. والله راه بزاف الناس تيقولوا لي علاش ما بقيتيش كترسم، ولكن ان شاء الله غادي نرجع للرسم وغادي يكونوا فيديوهات ان شاء الله للرسم. شكرا لك بزاف، ونشارك معكم كاع اللوحات. والسلام عليكم والى فرصه مقبله ان شاء الله. كان معكم محمد حسكي من قناه حسكي تي في بضيافه فاطمه. فاطمه السلام عليكم المشاهدين، راكم عزاز وغاليين.